البيت الأبيض يعلن موعد مغادرة ترامب وميلانيا. أعلن البيت الأبيض الأربعاء موعد مغادرة الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب إلى مقره الجديد في فلوريدا. ذكر البيان أن ترامب وميلانيا سيغادران البيت الأبيض الساعة 8 صباحا بتوقيت واشنطن، ويأتي ذلك بعد أن أشاد ترامب في خطاب وداعي بما حققه خلال ولايته، وتمنى التوفيق للإدارة الجديدة للرئيس المنتخب جو بايدن، ولكن دون الاعتراف بخليفته بالاسم. ورفض الجمهوري دونالد ترامب الإقرار الكامل بهزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن الذي فاز بانتخابات 3 نوفمبر بأغلبية 306 صوت من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لترامب. ولن يلتقي ترامب مع بايدن قبل ذلك، ولن يحضر مراسم أداء اليمين كما هو معتاد في تسليم السلطة، ويعتزم ترامب بدلا من ذلك السفر إلى فلوريدا. وقال ترامب في تصريحات مسجلة: نستقبل هذا الأسبوع إدارة جديدة ونصلي من أجل نجاحها في الحفاظ على أمريكا آمنة ومزدهرة، نتقدم بأطيب التمنيات ونرغب في أن يحالفهم الحظ.